ليلة الزفاف وليلة الفرح من أهم اللحظات اللي في حياة كل عروسة. قد إيه اليوم ده يوم حلو، مش يوم موتر، مش يوم يضايق، بالعكس ده يوم كله حب وبداية حياة إن شاء الله حلوة معاك ومعايا. طبعا أنتي ما دام في مجموعتنا وفي قناتنا رضوى جلال وفي كورساتنا وفي حاجاتنا، أنتي إن شاء الله هتعيشي أحلى حياة بإذن الله وبتوفيق ربنا أولا وأخيرا. بس انا حبيت، عشان عارفه ان في بنات كتير ان شاء الله عرايس في العيد، حبيت ان انا اعمل لهم حلقه سريعه جميله جدا عن اكتر حركات رومانسيه يعني هتقذف في قلب زوجك حبك من اول ثانيه في ليله الزواج. هخليه يعني بصي مكيف وحبك حبه، وحتى لو طلعتي عينه في الجواز هيفضل فاكر الليلة دي، عشان قد ايه انتي كنتي صنعتي ليلة رومانسية بإيدك. تقدري صدقيني، تقدري ان شاء الله في الحركات اللي هقولها لك. بس قبل كل حاجة، لو انتم مش مشتركين في القناة يا ريت نشترك، نفعل زر الجرس ونعمل لايك للفيديو ده، ويلا بينا. طيب اولا انا عايزة اشكر كل الناس اللي اشتركوا في كورس اغراء الزوج، هو الحمد لله اكتمل الدفعة الاولى، وحاليا احنا فاتحين لستة التسجيل في قائمة ان شاء الله الويتنج ليست او القائمة اللي هي التسجيل. بعون الله لما نفتح ان شاء الله دفعة تانية هنعلن وهنراسلهم. تمام، وشكرا لثقتكم ويعني حرصكم ان شاء الله تكونوا معانا في الكورسات دايما. طيب بما ان بقى الحلقة دي خفيفة شوية واخف من الحلقات اللي هي السخنة اللي احنا بنقعد نعملها، حلقة رقيقة. اول حاجه عايزه اقول لك ان انت ليله الزفاف طبعا اللي اتجوزوا لا احضروني بقى، لا احضروني، عارفين ليه؟ عشان احنا هتندموا ان انتوا ما نمتوش. لا والله بهزر، في حركات منهم تقدروا تعملوها بعد الزواج عادي ان شاء الله، يعني هتقلش شويه بس هتظبط معاكم. اسمعوا، لان دي حركات اي راجل وست لو عملوها سوا فعلا هي جدا رومانسيه. لازم تكوني فاهمه كعروسه انت غير المتزوجه، انت بتبقي واحده لسه باديه حياه، مش افضل حاجه انك تكوني يعني عايزه اقول ايه، تكوني جريئه. لا احنا الاغراء والجراء والكلام ده ممكن من بعد مثلا نقول شهر شهرين حسب زوجك وحسب طبعك، لكن مش منطقي ابدا ان احنا من اول يوم هنقعد بقى نعمل اغراء وحركات ومش حركات. لا، اغراء العروسه في جمالها ورقتها ورومانسيتها. يعني انت محتاجه اول شهر واول ليله تحديدا تكوني مزيج بين الخجل والحياء والرومانسيه والحب، مزيج. ما ينفعش حب بس لانه بيبقى جدا غريب، مش يعني مش مترجم لشيء، والحب عمره ما بيعرف يترجم بدون افعال. ما ينفعش خوف بس، هتبقي متوتره ويبان عليكي انك مش بتحبيه، كانك مغصوبه وكانك زعلانه انك تزوجتي. وما ينفعش جراءه بس، وما ينفعش رومانسيه تمثيليه، لا انت لازم تكوني فعلا مستشعره الحركات اللي هقولها لك عشان ما تبقي. اول حركه حبيتها جدا وعسولة، يا زمن لو يعيد بينا الايام. يلا الحمد لله محدش بياخد اكتر من نصيبه. انا عايزه المتجوزين بقى تحت مع بعض نعمل ايه، جلسه تصبير، نصبر بقى. طيب اول حركه مش عارفه وجعاني الحركه مش حباها، بس ممكن تتعمل بقى ان شاء الله. هقول لكم اقتراح للمتزوجات يعملوها ازاي بطريقه عسوله تانية، ان انتوا تخشوا اوضه اوضه في الغرفه، غرفه 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 في بيتكم الجديد، بالله قولي بسم الله، افتحوا الباب وخدوا صوره سيلفي انتوا سوا كده، تك تك. والله والله كل غرفه كل غرفه وانتي لسه بالع فستان ولابس بدله يا كيوت، ابعتوا لي الصور عسوله الحركه والله حباها. تصدقوا تقعدوا، ما انا قعدت ادور لكم برضه، وانا مش سهله، مش هجيب لكم حركات قديمه، لا حركات جديده، كل حركه والله من باب البيت. والله الالبوم ده قادر ان انتوا لو هتطلعوا تبصوا عليه تدمعوا تحضروا بعض. يعني دي الحاجات اللي احنا محتاجينها والله. ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني سبحان الله ربنا قالها ان اللحظات الجميله قادره على ان زوج وزوجه على وشك الانفصال بس يفتكروا حاجه زي كده. في ناس بتسخف يعني الفرح، شفت مامتك طول الوقت كانت بتبص ازاي، اختك يا حبيبتي بتعمل ايه، حمات مش عارفه ليه ما جاتش، ها ولا هي مش عاجبها الفرح اللي احنا عملناه، وبعدين اخوك ليه كال من البوفيه قبل ما يفتح. هو ده، لا اياكي تنكدي على نفسك، اياكي تنكدي. عارفه لو ايه، قنابل كانت بتترمى في الفرح، امشي بهدوء وفرحي واتبسطي، وخدوا صورة تضحكوا مع بعض مع كل غرفة من بيتكم.
ذكرى جميله بفستان مبلل، دي ده بيتكم هدمع والله والله هدمع. فهي قد ايه كيوت وجميله. طبعا تاني حركه انك ما تقلعيش الدريس على طول يا قلبي. ليه يا ماما نكت؟ ليه يا ماما؟ هو ما لحقش يشوفك. انت فكرك هو شافك بالدريس ولا اتبسط؟ لا ولا اي حاجه ولا فاكر. هو كان يا عيني الناس كلها عماله تتسلم عليه والصور وكذا، وحتى لو كنتوا يعني بالذات لو الفرح منغلق كده وكده ما بيبقوش فاضيين. فخدي وقتك انه تقعدي بالفستان، فستان الزفاف. واجمل شيء حتى لو انت مش عايزه يعني مش عايزه تشغلي موسيقى، ان شاء الله تشغلي انغام البحر. تمام، ارقصوا مع بعض سلو يعني، يعني اقعدوا حطوا ايدكم على بعض زي الرقصه اللي هي الفيرست دانس. ولا شفت فيرست ولا سكند ولا حاجه، يلا ماشي ايه وارقصوا. دي هتقولوا لي طيب يا رضوى اول حركتين لو احنا متجوزين ممكن تقول لنا طريقه؟ اقول لك لو ان شاء الله ربنا يفتح عليكم جميعا توضبوا بيتكم او تنقلوا بيت جديد اعملوا الموضوع ده. يعني اهو العمر بيرجع تاني. تمام ان شاء الله لما اكيد انتوا بتنقلوا احيانا بتنقلوا بيت جديد اعملوا الحركه دي. يعني انا شايفاها ممكن نعيشها لو نقلنا بيت جديد. اوكي، بعد ما يتفرش وكذا تعملوا حركه السيلفي في البيت دي بس. والحركه التانيه اللي هي بتاعت الفيرست دانس دي يا ستي في عيد جوازكم بقى، ما توجعناش. بس العروسه بقى حقها تتدلع، العروسه حقها ايه؟ تتدلع. ف الدلع كله عندي حبيبتي، انا ادلعك. انت تقومي عامله ايه؟ ترقصوا مع بعضيكم بالراحه وخليه يشوفك بالفستان، يشبع عينه بالفستان. مش هيشوفك تاني عروسه يا قلبي، خلاص تبقي مدام يا حبيبتي. سيبيه بقى اقعدي مختاري كده بالفستان واعملي كده، قولي له صورني صوره بالفستان، يمسك تليفونه يصورك، يركز كده يركز. احنا دافعين يا ماما، دافعين ايشي ميك اب وايشي فستان، حرام حرام. نستمتع بقى اكتر. الحركات هي مش حركه بصراحه، هي اساسات مهمة جدا جدا انه انتوا تصلوا سوا. لازم تصلوا اللي هو الركعتين اللي الرسول اوصى بيهم. يعني حتى يا ستي لو عملتوا معاصي في الفرح يا إيه، انا حبذا ما تعملوش بقى وما نجيبش رقاصه والحاجات الوحشه دي. اخص عليك واخص ازعل منك، ما تعملوش الحاجات الوحشه دي. بس يعني لا قدر الله ده حصل تقوليش يعني هم جايبين رقاصه هيصلوا. يا ستي يعني ان الحسنات يذهبن السيئات، حاولوا لعل ربنا يغفر. بس نبدا فعلا موضوع الصلاه ده رهيب رهيب، قد ايه جميل وقد ايه بدايه فيها دين وبتاع وبركه. ويدعي لك بالخير، وبعد ما يحط ايده على راسك اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لان هو الشيطان قاعد معاك. هو الشيطان بيشوف اتنين اتجوزوا بيقعد بقى بيربع ويقعد. يعني فعلا في بعض التاويل اللي هو الحديث اللي هو ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالث. هما مش بيقول لك مش بس بقى راجل وست ما يعرفوش بعض بقى في خلوة فيزنوا، لا ممكن الراجل ومراته يبقى قاعدين قاعدة حلوة يجي الشيطان ينكد على اللي جابوهم عادي. هو مش هيسيبنا في الحلال ولا في الحرام، تلاقي الحرام طعمه زي السكر يقعدوا هم نفس القعدة. ما انت في خلوة اهو، ما هي خلوة حلال، لا ازاي تنكد بقى. والله العظيم يعني لسه النهاردة في استشارة واحدة بتقول لي، هي خدت معايا كذا استشارة، بتقول لي في الاستشارة التانية تقول لي بس يا رضوى غريبة يعني كلامك كله نفذته، الراجل بقى بيعشقني وكل يوم عايزني وي وي وي. ايوه فين المشكلة؟ تقول لي مش حاسة. هو انا يعني اللي على طول اللي هعمل حاجات وهو يا ستي مش الراجل اتظبط فرق نفرح بقى؟ لا ما نفرحش، نقول هو ايه ده انا مستغرباه. يعني يعني والله العظيم بتعجب. يعني انا قلت لكم قلت لها في الاستشاره وحلينا الحمد لله، اللهم لك الحمد. انا بفرح فرحه لما الاستشاره تبقى متعاده تقولي لا ده في مشاكل خلصت خلاص. هي بقى عايزه ايه؟ عملت الكيكه بقى وخلاص وحطينا الكريمه، عايزه تحط بقى الكريز، يعني بتبقى بتشوف التفاتيح. لكن كان في مشكله ما كانتش متنيمها اتحلت. نسكت؟ لا ما نسكتش. نكلم رضوى نقول اصله بيكح يا ستي. انا فرحانه والله العظيم ان هي تكلمني واعرف ان هم يعني انا ببقى سعيده سعاده لا تتخيل، اللهم لك الحمد يعني. فالمهم انتوا لازم تعرفي انه لا الشيطان موجود. فالبدايه دي بدايه خير وبركه وجميله جميله جميله، ويدعي لك وتدعوا مع بعض. لازم تدعوا لازم تدعوا. واقول لك انا بقى حركه، اوه ده بقى حركه تخلي الراجل يا لهوي. عارفه لو جلدتيه، لو كنت امراه النكد وداسك القطر 4 مرات وكذا هيفضل شايفك قمر 14. اسمعي بقى من الحركه دي، تقومي جايه كده بعد ما تصلي يا حبيبتي يا سكره. اي دي بقى حركه كلها كدنسه، يعني دي مش ما تعملهاش غير واحده معلمه تقيله يعني. تقوم جايه، انا نفسي كنت اشوف حلقتي بقى زمان. يلا تقومي جايه ماسكه ايد جوزك والله العظيم، لان دي اصلا حصلت تقريبا واحده في التابعين او شيء،
مسكت ايده. وانا ما بفوتش قصص، بصوا جايب لكم قصص من الجاهليه، يعني لو في قصص حلوه للنساء، لان النساء دايما العرب لا كان فيهم ستات كويسه، مش كلهم ضاربين يعني، احيانا كان في سلوكيات حلوه، والله لو في قصص هجيب لكم. المهم قامت ماسكه ايده كده وقالت له شويه كلام، بقى انا هقول لك بقى الاديشن الجديد يعني النسخه بتاعت 2024. تقوم انت ماسكه ايده وقايله له ايه؟ حبيبي بص انا عايزه اقول لك حاجه، انا ما اعرفكش، هي قالت لي حاجه شبه كده، بس انا بقى عملت لكم شغل جديد، انا ما اعرفكش انت ما تعرفنيش، واحنا اكيد حتى لو تعرفنا على بعض وكده انا لسه مش عارفه ايه اللي يبسطك، ايه اللي يزعلك، ايه اللي يبسطك، ايه اللي يفرحك، ايه اللي يضايقك، انا والله ان شاء الله هحاول قدر الامكان ان انا ابقى زوجه صالحه وابسطك وهنيك. شفتي شتي الرقه اللي انا ياه قال يعني البت بقى، وهنيك واسعدك وان شاء الله حاول قدر الامكان ان انت تبقى سعيد معايا، لو انا في يوم عملت حاجه مش على هواك تعالى عاتبني، تعالى قول لي وضح لي، ما تسكتش ما تكتمش في نفسك ما تشيلش مني، وانا لو في يوم زعلت او كده هحاول اقول لك، وهحاول اعمل كل ما في وسعي انك تكون مبسوط، بس وجهني يعني لو شفت حاجه ما عجبتكش قول لي بطريقه لطيفه بحيث حد اعدل من نفسي، انا لسه بكتشفك، لو في شيء ما عملتوش كويس في البيت وجهني. بصي يا بنتي لو اقول لك عملتي ايه، انت بقى ايه قدمتي السبت والحد والاثنين، جميله ورايحه تقولي له لا ده انا ما اعرفكش وما اعرفش انت تحبي بايه وتكره بايه، بس في الاخر انا حريصه انك تبقى متمزج وراضي عني. يا سلام يا سلام، الزوجه الصالحه الجزء الاول. فبتكوني يا بنتي انت كده فزتي ورب الكعبه انك بداتي كده ممهده لنفسك انك قلقانه يعني نيتك صافيه وكل غلطاتي في الجواز هتبقى اوت اوف كنترول. انا مش قصدي، هتقولي لي بقى ايه طب دي نعملها ازاي؟ والله انا نفسي ما اعرفش تعملها ازاي. ممكن مثلا تقعدوا في قاعده مصالحه تقولوا له حسن الشيطان دخل بينا، انا بحاول اتخيل الاديشن اللي هو تعديل الجواز الوحش، وتقولوا له تعالى نصلي صلاه، ومثلا نصلي صلاه قضاء حاجه ان ربنا يبعد الشيطان عنا مثلا يعني، وبعدين بعد ما تخلصوا تقوموا داعيين وتقولي له ايه، تمسكي ايده وتقولي له بص انا حاسه ان الشيطان دخل بينا وكذا، انا اوعدك اني احاول افهمك. طبعا انت مش هتقدري تقولي له ما اعرفكش بقى لكم 20 سنه يا نصابه، فتقولي له بقى انا احاول افهمك وانت توعدني بس نصرح بعض اكتر يعني، قال يعني يمكن بعد الصلاه وكذا يعني الامور ترجع الى مجراها. الحركه اللي بعدها برضو هي من السنه وحركه جميله وكيوت، هاو كيوت از ات، انا نفسي اتفرج على الحاجات دي يعني، انا اسفه والله انا عارفه اني مش هتفرج بس ايه انا بتخيلها، ممكن اعملها لكم بقى بالاي اي شات جي بي تي كده اتفرج عليهم كرتون ان شاء الله في الكورسات، اعمل انا بقى كرتون بيهم عشان انا بحبهم، نعمل كرتون رضوى للقصص الحب بين الزوجين، هيبقى حلو قوي القناه بقى مخصوص. المهم هتبقى ايه بقى؟ بصوا انتي بتجيبي تمر ولبن، في كتير حتى من يعني هي اصلا تعتبر سنه وكمان في ناس عملتها من العادات يعني، بتاكلوا بتاكلوا بعض تمر وتشربوا لبن سوا، يا سلام على الكيوت بقى، وتفصل تطلعي التمره وتاخدي بقى نصها انتي ونصها هو. شفتوا انت الحركه الهبله اللي بيقعدوا يعملوها في الافراح، يشربوا بعض الشربات ويقوم واقع، فيها حركه كده عندنا في مصر اعتقد، مش عارفه باقي الدول فيه ولا، كل واحد فينا بيشرب كده اللي هو يعني تحدي التوازن، تمام؟ لا مش لازم بقى، خلاص بقى انتوا مع بعض، يا ستي عايزه تحطي البلحه في النص وربنا يقرب المسافات ماشي كله حلو، المهم ان انتوا ايه تشربوا تمر ولبن وسموا الله بيدي طاقه كمان، فكل دي حاجات يا رومانسيه يعني استمتعي. احنا مش هنخش هوبا يلا نلبس اللانجري هوبا، مفيش كده، ده احنا معانا للصبح هتقولي صلاه الفجر حتى يشقشق الصباح عادي يا حبيبتي، انت وراكي ايه؟ وراكي ايه؟ ده سبحان الله، انتوا عارفين ان اصلا مش عارفه العريس لو متزوج متزوج، انا قلبت قوي، لو متجوز بكر ليه تقريبا 7 ايام ما يصليش في المسجد، ولو ثايب تقريبا 3 يمكن او 4، فانت معاكي وقت، مسربعه على ايه؟ معانا وقت، فايه المشكله؟ ايه المشكله ان هو تقعدوا تاكلوا بعض؟ طبعا تكوني موصيه حد او انت عارفه ان البيت يكون متظبط، مش هنروح بقى ايه نبدا ايه ده هم ما وصلوش مش عارفه النور الكهرباء، والله العظيم بيحكوا لي قصص ساعات تفطس من الضحك، هو مش عارفه ايه ده ما وصلش الستاير، تقعدي بقى تتخانقي، لا لازم يسبقك حد، وده معروف يعني تبقى وصيفه العروسه بقى ولا امها ولا مين. مثلا عارفه حتى لو خايفه من النار يعني شموع فيك اللي هي الشموع الاضاءات الخفيه دي، اباجورات حلوه تمام زي دي كده، حاجه معطرات للجو يعني يكون في نفس، ما نحسش ان احنا داخلين بيت بلاستيك بنشيل عليه البلاستيك، عارفين كده لازم
في اجواء كده، او بقى اوضه الاوتيل وكذا اضاءات وكذا، تكوني مظبطه الغرفه يعني، موصيه حد يعمل لك اجواء. الراجل ما بيعملش، انت يا ماما العروسه، انت الجميله الحلوه وانا الكرسي هيقع علي. العروسه الحلوه انت تعملي بقى اجواء، عايزه تشغلي حاجه سلو ميوزك، عايزه تشغلي يا ستي صوت عصافير وشلالات، براحتك اللي يعجبك، المهم ان يبقى نحس ان في روح، لان انتوا مش هتتكلموا كتير يعني، في حياء في كسوف. اكسري بقى انت ده، اكسري انت ده بحاجات نويز خفيفه كده حوالينا، عشان تعمل تقلل التوتر. مش لازم ندخل على اوضه النوم خالص، انت عارفه مثلا انت متنشنه وخايفه وقلقانه وكذا، يا تغيري وترجعي طبعا، تبقى اقعدي لك بالفستان يجي ساعه، الا لو في حاجات بتشكك فيه وكده فكيها يعني، حاجه وجعاكي، حاجه مش مرتاحه ظبطيها، بس خليك بالفستان، عشان كده ما نقعدش بقى نعمل فساتين معموله من ورق البردي والكروشيه والبريكو والحاجات، يبقى الفستان اصلا مش عمل يا جماعه. اه فستان حلو بس لازم يكون فيه روح كيوت كده شويه، تمام. عايز تفكي شعرك بس، عايزه تظبطي نفسك كده، وبعدين تقعدي شويه وبعدين تغيري، ممكن تطلعي على طول يعني، ما تفضليش قاعده في غرفه النوم يعني، حق كده اللي هو يلا، لا مش لازم يعني، ممكن نطلع نقعد بره لو انتوا في مكان قلنا في بيتكو، او لو انتوا في اوتيل بيبقى في ساعات بيديكوا يعني سويت يعني، مش هنبقى اوضه صغيره، بيبقى مثلا كنبه او كده، ممكن تقعدي، يبقى مثلا في سناكس، في حاجات ريلاكس شويه، تقعدوا مع بعضك في الكنبه، تقعدوا على الكنبه يعني، انت حاولي تتجنبي السرير يعني، مش هوبا سرير، لا جو الافلام المصري كده، كان في افلام كده تقول على نفسه صغيره قاعده مخضوضه، ايه يا ماما ده؟ ايه ده؟ لا تعيش كده، طب مش بتقعديش على السرير، لا اقعدي بره، اقعدي على الكنبه ريلاكس، عشان تدي فرصه للموده يعني، اقعدي ريلاكس، يقعد جنبك مثلا، هو طبعا اكيد يعني مش هيشكت عريس يعني، مثلا نعم على راسك كده تفعلي، بس حاولي تقلبي الموضوع في رومانسيه، انا والله مبسوطه الحمد لله كان يوم حلو، حتى لو يوم كان ابشع يوم في الدنيا هيفضل فاكر ان انت قلتي عليهم مش حلو، وتقعدي تقولي هو ناسي عيد جوازنا ليه، هو انت اصلا سيبتي ذكرى حلوه؟ لا قولي له كل الحاجات الحلوه بس اللي حصلت، كان يوم جميل، كنت مبسوطه، مبسوطه مثلا لو والدك ووالدتك ربنا يبارك فيهم موجودين، او ستي بلاش نكد يعني، لو حد فيهم متوفي ما تقعديش تقولي كان نفسي يبقى معايا، تقوم معيطه انا خايفه قوي، تقوم معيطه، لا قولي بس ان انا مستبشره، تفائلوا بالخير تجدوا، الراجل بيفرق معاه قوي انه يحس ان انت مطمنه معاه، حتى لو قبل 60 تيت بيفرق بقى، تحس انك مطمنه، هو بقى بيمثل بقى الدور، يقول لك لا البنت بقى شايفاني كويس وكده، عيب بقى حرام دي بنت، بنت بقت في مسؤوليتي يعني، يمكن يتوب، يمكن يتوب في اللحظه دي، تمام. فتقومي قايله له كنت مبسوطه والناس كلها مبسوطه وشايفه كذا والحمد لله كان يوم جميل، ربنا يبارك لي فيك يا حبيبي كده، حلو قوي ربنا يبارك لي فيك يا حبيبي، لازم تقولي ربنا يبارك لي فيك يا حبيبي، لازم الجمله دي حطيها لك جمله مفيده في ليله الزفاف. لا طبعا لازم تكوني متاكده ان ريحه السرير حلوه جدا، ريحه الحاجات في كده متوفر، سواء شامبو يعني زي ما قلت لك، مش بس الجو، لا التفاصيل بتاعه العريس والتفاصيل بتاعه العروس، دايما بقى في ناس بتتابع الحاجات دي، تكون انت اللي منسقه، مش هو اللي هيتولى، هو اخره يدفع لكن التفاصيل دي كلها صغنونه، مش حلو ابدا يوم الزفاف نقول ايه ده، هو مفيش شامبو، هو مفيش شاور جل، هو انت ما فيش فوط، هو ما حدش قابل في الليل، تتاكدي ان المايه شغاله، في ناس اصلا عايزه افاجئك بعد ما بيروحوا مثلا في شقتهم، بالذات لو شقه جديده ما حدش جربها، بيفاجئوا مثلا بعد ما بيكونوا باتوا في بيتهم وكذا، ومثلا عايزين يغتسلوا اي حاجه ان ما فيش مياه سخنه مثلا، ان لسه مثلا السخان ما اشتغل، حاجات بقى من دي، فتبقى بسم الله الرحمن الرحيم اول ليله اتقلبت، فمعلش التفاصيل دي كلها تابعيها مع شخص او حد، بحيث تبقى جميله ورايقه، وزي ما قلت لك تجنبي كلام عن اي شيء. واخر نقطه واخر حركه رومانسيه، رغم ان هي هتبان لكم حركه عاديه جدا، بس هي اكتر حركه واهم حركه، او تدخلوا من باب البيت تقومي قايله له ايه، بصي حبيبي مش عايزه حد يقطع يعني الجو ده جميل، وانا سعيده جدا ومبسوطه، اقفلوا الموبايلات، مش مشكله حمدك تزعل، مامتك تزعل، خالتك تتخض يقولك خطفوكي، اتخطفتي انت المفروض تحسي انك عروسه واتخطفتي كده، ترت مش انتوا بتقولوا ونطير في الهواء، اغنيه الاغنيه بتاعت اليسا دي، يا اختي نتخطف لنا ليه، ايه المشكله، خلاص الدنيا، ما هم عارفين انتوا نايمين فين يعني، هو خدك وطلع الجبل على طول، اول لما تدخلوا حبيبتي غرفه النوم نقفل التليفونات، شايفه الطياره 11 ساعه طالعين، احنا طالعين سفريه لاستراليا، اقفلي التليفون، وهو لازم يقفل التليفون، ليه؟ مش هنخلص، ده كذا عملنا تاج، بص مامتك صورت ايه؟ يا نهاري ده مش عارف ايه، ليله باظت، تخيلوا في ناس تسيب عريسها وتقعد تشوف حضرتها صورها
ومين عمل لها تاج ومين عمل لها مش تاج. لا 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 لا، دي انت بتهزري. احنا قاعدين على الذكريات يا حبيبتي واحلام دلوقتي، ما تهزريش. انا جايه لك من المستقبل وبقول لك اقفلي التليفون شهر. ما انا عروسه مش موجوده، عيب. واللي بيبعت ويتكلم ده يتجلد بعد كده. ما اقفلوا التليفونات، نريلاكس، احنا فاصلين فاصلين عند تلاقي بقى الويتر تك تك تك، حضرتك محتاج حاجه؟ كان في مسلسل كده كان اسمه مكتوب عليا، كان هو متجوز 2 في نفس الليله، ويجي له هنا ويروح هنا ويروح هنا ويروح، كان مضحك قوي. المهم لا انتوا افصلوا خالص عشان تنجوي ان شاء الله باذن الله، وربنا يبارك لكم، الف مبروك. واخيرا اللي عندهم استشارات خاصه، سواء بقى انت عريس جاي عريس رايح، قرب يوم فرحك استشاره بقى، لو حاجات مصايب كبيره قوي زي اللي بتجيلي ان شاء الله موجود الرابط، وكمان ان شاء الله كورس الاغراء اذا فتحنا دفعه تانية تقدروا تسجلوا اسمكم، عشان ان شاء الله لما نبدا تكونوا في الويتنج ليست، لان هو العدد هيبقى باولويه الحجز باذن الله في الدفعه الجديده. واشكركم واشوفكم على خير، مع السلامه.